الأخبار، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن علاقات بلاده مع إيران اليوم في أفضل حالتها. كلام الكاظمي جاء في مقابلة مع الصحافة الإيرانية، أكد فيها أن العراق يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء بالمنطقة، وتمنى تعزيز العلاقات الإيرانية العربية والسعودية الإيرانية لما فيهما من مشاركات، وأكد أن العراق يسعى لتوفير كل الظروف إذا طلب منه ذلك. وتحدث الكاظمي عن الانسحاب الأمريكي من بلاده، لافتا إلى أن بغداد نجحت في تقليص عدد القوات الأمريكية في العراق إلى أكثر من 60%.